رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج شيف وضيف برعاية مطعم ميرمية. اليوم معنا الشيف محمد صباح. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك معنا. الله أكرم، أهلا بيكي. لو تحكي لنا اليوم إيش طبختنا لليوم؟ اليوم طبختنا إن شاء الله راح تكون صينية دنيس بالخضار. طيب وشو مكوناتنا؟ مكوناتنا بصل، فلفلة، كزبرة خضراء، بقدونس، بطاطا، فلفل أخضر، ليمون، كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة، ملح، فلفل أسود. وبهاراتنا والثوم أكيد. البهارات هي موجودة. كمون هي بس أنا بحط عليها كمون، كزبرة خضراء وملح وفلفل أسود. فلفل أسود. طيب وإيش خطوتنا الأولى؟ خطوتنا الأولى نمسك السمكة، نفتحها. عشان نحشيها. عشان المكونات تدخل. تدخل التتبيلة. طيب شو رأيك لحد ما نبلش في الخطوة الأولى خلينا نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا. إذن مشاهدينا فاصل وبنرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومعنا ضيفنا أحمد صلاح. أهلا وسهلا فيك معنا ورمضان كريم. الله أكرم. أحمد عرفنا عن حالك أكثر. أنا اسمي أحمد صلاح، مختص بعالم السيارات. أي إشي بدكم إياه عن عالم السيارات عندك. أنا موجود. طيب قلنا كيف أجواء رمضان معك؟ رمضان صراحة جميل، بكل حالاته جميل، بالأزمة اللي بتصير آخر ساعة، بالناس اللي بتروح بتصلي، بالناس اللي بتشتري أغراض، بالطبايخ. ما أنتوا عارفين رمضان من أجمل شهور أكل. السنة. وأكل عن الطبايخ. هو أكل بالأساس، فعشان هيك بدنا نشوف الشيف إيش لهلأ عملنا. بهرنا السمكة. هسه بدنا نبهر السمكة. بنضع معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة ملح، فلفل أسود. فلفل أسود شيء بسيط، فرص الملح. بعد ما نبهرها إيش الخطوة اللي بعديها بتيجي؟ نحط نضع تومة. تومة. طيب شو رأيك نتركك لحد ما تجهزها ونرجع لك تقولنا شو الخطوات اللي عملتها. تمام؟ تمام. نرجع لأحمد. طبعا. أحمد كل إشي بالسيارات عندك؟ أكيد أكيد. طيب احكي لنا كيف أنت قررت تروح لعالم السيارات؟ أنا ما قررت. لحالك بالفطرة. السيارات هي حلم عند كل طفل صغير. يعني الواحد أو الطفل الصغير من هو بأول عمره بكون بتعلق بالسيارات. بتلاحظي الأطفال الذكور بتعلقوا بألعاب السيارات والبنات صحيح. بالألعاب. فإحنا من وإحنا صغار منحب السيارات، فهذا الإشي كمل معي بطبيعة شغلي. يعني إحنا منبيع السيارات، هو بالأساس هي هواية عنا وكملناها بالبزنس اللي هو بيع السيارات. بس أنت بالأساس دارس إشي تاني. طيب دارس. أنا دارس زيكم صحافة وإعلام. زميلنا. طيب بدنا نحكي عن موضوع السباقات أو الفيديوهات اللي أنت بتنزلها على السوشيال ميديا اللي هي بتكون بساحات أو مسافات كتير طويلة أنت بتسوق فيها بسرعة كتير عالية. صحيح. هاي الأماكن مش بس في فلسطين أو هي مش موجودة أصلاً بفلسطين. لا، وين هي بتكون خارج البلد. بالضبط وين بتكون؟ هلا واحد واحد. هلا موضوع السرعات العالية هذه فقط في ألمانيا في شبكة شوارع اسمها الأوتوبان. في مقاطع منها مسموح لك نو ليميت للسبيد، يعني لا حدود للسرعة. حلو. قد ما سيارتك ممكن تمشي بتقدري، بس إذا بتقدري مش إنه مثلاً خلص أنا بدي أروح وأعمل. إذا أنت متمكن من سواقتك وكان الجو منيح، لأنه أغلب الوقت هناك بفترة الشتاء ضباب وشتاء وهيك، اعملها. بس بعد فترة بتزهق وتمشي السرعة العادية الطبيعية اللي إحنا متعودين عليها. حلو تجربها يعني، بس بالنهاية لا، بدك تمشي السرعة العادية. يعني هاي الفيديوز بالعادي بألمانيا. هون ما بتقدرش تعمليها. طب وين غير ألمانيا كمان بتروح؟ السرعة هي مثلا احنا بنروح بنصور بسويسرا، بلجيكا، فرنسا، النمسا، سويسرا أكثر إشي يعني. بسويسرا سويسرا وألمانيا. سويسرا وألمانيا. صحيح. طيب إيش الأماكن أنت في حلبة قلنا. حلبة سيارات، أخطر حلبة سباق في العالم. بالضبط موجودة بألمانيا. موجودة بألمانيا. وأنت رحت خط هاي التجربة. صحيح. احكي لنا عنها. هاي أشهر حلبة سباق في العالم. هذه مداها 21 كيلومتر وتعتبر من أخطر حلبات السباق في العالم. يعني شركات السيارات لما بدهم يجربوا سياراتهم مثل بي أم في وبورشة ومرسيدس بيحجزوها كاملة وبيختبروا سيارتهم الجديدة عليها، وفي ريكورد كل شركة بتطمح إنها تكسره.
انا اخذت هناك M5 CS وهي 635 حصان 4400 سي سي وجربتها على هذيك الحلبه. صراحه شعور لا يوصف. الناس اللي بتحب السيارات يمكن بتعرف عن ايش بحكي. تجربه من العمر وبتمنى اعيدها كل سنه. وهي خطره هالقد تعيدها كل سنه؟ بصراحه لسه الفيديوهات اللي صورتهم ما بتفرجيكي قديش الاشي خطير. لانه الكاميرات فيها ستابلايزرز وهيك اشي. الحلبه اخطر ما الناس بتشوف على اليوتيوب او على مثلا فيديوهات. اللي بروح هناك بشوف الاجواء المحركات وصوت الناس وحتى الكبار بالعمر يعني بتشوف ناس عمرها 60 و70 سنه بتشارك. الامر مش مقصور على الشباب. فاهم علي؟ الامر موضوع عندهم موضوع دي ان اي بدمهم السياره بدمهم. فهمت علي؟ واضح من حكيك انه مش بس بدمك يعني في كل مكان بتحرك معك. طيب شفت قلنا وين وصلت؟ هسه تبلنا السمكه تقريبا هي جاهزه بنضعها في البراد لمده ساعتين او ساعه ونص عشان التتبيله تاخذ فيها عشان الطعم يطلع ممتاز. بعد ما تقعد ساعتين في البراد بنحط الخضار هسه نجيب الصينيه وبنضع الخضار. يلا. فالسمكه يعني التتبيل كله يعني بس كزبره كمون اشياء بسيطه عشان نبين طعم السمكه انك انت بتاكل سمك ما بتاكل بهارات. ما بدها تبهير كثير بهار سمك يعني. اذا حطيت عليها ليمون وكمون وتومه وكزبره خضراء وكزبره ناشفه وبقدونس واهم شيء الفلفل الاخضر الدقيق. وفي ناس بحطوا شطه كمان. حلو. دائما الغزاويه انتم بتحبوا الشطه والفلفل وهي هو لازم في الموضوع. طيب تبقى هلأ الشطه. ايش رح نعمل الخطوه اللي بعديها؟ هسه الخطوه اللي بعديها بعد ما طلعناها من البراد بدنا نضعها في الصينيه ونحط الخضر معها. احمد بتساعد بالمطبخ بالبيت ولا ما لك نهائيا؟ ما اليش تسيارات وبس فقط. عشان نطول. طب لو نحكي عن موضوع الرياضات في رياضة السيارات في فلسطين. موضوع مهم صراحة. أنا بنظري رياضة السيارات هي ثاني أكثر رياضة شعبية بعد كرة القدم في فلسطين. بعرفش هذا برأيي الشخصي لأنه عندنا شباب ومواهب كثيرة صراحة كلهم أبطال كلهم بسوقوا. حاليا صار في زي مكانين للتجمع أو أكثر وفي عندنا اتحاد لرياضة السيارات. فالإشي جميل صراحة. ومن فترة كانت موجود السباق الدريفت والشباب كلهم مبدعين بس بدهم أماكن أكثر ومساحات أكثر. لسه بدي أحكي إمكانياتنا ممكن تكون محدودة في هاي الموضوع. يعني في إحنا في هذا الموضوع تحديدا إحنا مبلشين والإشي الموجود ممتاز بس دائما نطمح نكون أحسن. بس دائما في سيارة. بس كمان نوه إنه هاي السيارات اللي هم بيجهزوها لهاي السباقات ما بتمشي بالشوارع عندنا. هذه صحيح؟ سيارات مخصصة للحلبة مكلفة وهي مخصصة للدريفت أو للسبيد. حتى هي بعرف انه مش ممكن تمشي يعني حتى لما بدهم ينقلوها من مكانها لمكان السباق صحيح لازم تكون مجروره. مش هي احنا اصلا لو شغلت لو انت شغلتيها بالشارع اصلا بتسوي ازعاج كثير وخطر على الناس لانها سيارات فيها هورس باور عالي. حتى لو الشوفير تبعها سائق ماهر هاي لازم تكون لها مكان مخصص ممنوع تتشغل في الشارع او تستعمل بين الناس. حلو كثير. دائما انت بالفيديو تاعونك بتعمل مقارنات صحيح؟ صحيح. بدنا نحكي عن موضوع مقارنة السيارات العادية اللي احنا متعودين عليها للبنزين والسيارات الكهربائية. وهل صحيح انه الكهربائية افضل ولا لا؟ طلع علي عندك لا الموضوع. شك لا شك انه السيارات الكهربائية راح تغزو العالم قريبا في الاسواق. حتى بيحكوا انه بعد 2030 الشركات راح تبطل تصنع سيارات ديزل او بنزين كله راح يتوجه للسيارات الكهربائية. هذا للأسف بالنسبة لي. أنا من عشاق السيارات البترول يعني بس هذا حال الدنيا. انتشار السيارات الكهربائية بصراحة بوفر على الناس وقود كثير. يعني أنا بتجاربي كنت أعمل نقطع مسافة 100 كيلو مثلا بسيارة عادية وسيارة بلاجن هايبريد يعني سيارة فيها محرك كهرباء ومحرك بنزين عفوا بطارية كهرباء ومحرك بنزين وكنت أوجد الفرق في الاستهلاك بنفس المسافة. مثلا تجربة عملتها سيارة أخذت 40 شيكل وسيارة الكهرباء أخذت 20 شيكل ففعليا هي وفرت نصف الاستهلاك. يعني بالشهر إذا بتحطي 3000 شيكل بنزين بتصير تحطي 1500 شيكل وهذا إشي كتير منيح للناس اللي بتسوق مسافات طويلة. كل يوم طويلة صحيح. وموضوع كمان نحكي موضوع البيئة بس غير إنها بتحافظ على البيئة السيارات الكهربائية هي كمان بتعطيك هورس باور أكثر وعزم أكثر بس أداء
ما في استمتاع. يعني انا بالنسبه لي لو اخر يوم بعمري مش هركب سيارات كهربائيه، يعني ما في متعه، هي توفير قوه اداء، ارقام جميله جدا بس فعليا ما في متعه. انت هلا اسالي للناس اللي بتسوق سيارات جير عادي، هم اكثر ناس مستمتعين بالقياده. طبعا بيحكوا لك الاوتومات مش سياره، فهمت شو بقصد؟ انت بتحرك ستيرنج وبس، هو مش سياره 100%. فانت انا بدي سياره اللي انا اقودها مش هي اللي تقودني. التكنولوجيا الجديده في السيارات الكهربائيه، الاوتو بايلوت، هاي انه تسوق لحالها، بحسها يعني سي اريح للناس العاديه. لإلك لا ما بزبط، انا والناس اللي بتفكر زيي بتوقع لا. شف خلص واحنا بنحكي. طيب شف قلنا ايش عملت؟ هسه حطينا الخضار، حطينا البصل والفليفله في ناس بتحب بطاطا وتعملها سلايسات وتحطها، بس انا بفضل انه مثلا بطاطا صغيره هيك حاد وبندوره شري. هيك بيطلع منظر وطعم برضه بيطلع زاكي، شكلها احلى. وبهرها بملح وفلفل اسود، او حطينا كمان فلفل ملون وبصل، صحيح فليفله وبصل تحت، واهم شيء الحشوه الفلفل والثوم والكزبره اللي عملناها بالاول، الكزبره الخضراء والكزبره الخضراء والبقدونس. حلو كثير. هلا ايش ضايل علينا؟ هسه هي تقريبا جاهزه، ما لا تمر في الفرن، بنحطها بالفرن. قديش لازم تنحط؟ نص ساعه. بنحطها هيك من غير، حطيت زيت صح؟ مش ضروري الزيت، مش ضروري ولا يعني زيت ولا مي ولا شيء، جاهزه صح؟ هيك جاهزه، هي لحالها ميتها بتخرج. في يعني بنحط زيت زيتون للتحمير يعني على الوجه، بس شيء بسيط. بنسكر عليها ولا لا؟ بنسكر عليها بالقزدير وبنحطها نص ساعه، بعد نص ساعه بنقيم القزدير وبنحمرها. طيب 10 دقائق بتبقى جاهزة. طيب معناته نطلع فاصل لحد ما نجهزها ونحطها بالفرن. إذا فاصل مشاهدينا وبنرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد مع ضيفنا احمد وكمان الشيف محمد، وتقولنا هلا حطينا الصينيه بالفرن، صحيح؟ صحيح. وهلا ايش رح نعمل؟ هسه رح نعمل بقدونسيه، السمك طبعا لازم يجي، يا مع بقدونسيه يا بيجي مع سلطه بطحنيه. الطحنيه لازم شيء اساسي. شيء اساسي الطحنيه. طيب بدك تبلش فيها؟ هسه من كاسه طحنيه. كاسة الطحنية بيجي معها كاسة مية، وإشي بسيط يعني كاسة وربع بيجي معها مية. إحنا بنعمل عيار. وقديش ليمون؟ ليمون هسا بنحط. قصدي قديش كمية الليمون؟ بنعصر ليمون ونص. طيب لنخليك تجهزها. هسا بنطلع. تحط عليها كمان ملح؟ ملح. أحمد دائما الناس. نخفقها كويس. نتركها تخفقها. ولا نضل معك ايش بتحب؟ اللي بدك. طيب رح نترك الشيف يخفقها، وبدنا نحكي عن موضوع دائما الناس تحتار في موضوع مرسيدس ولا بي ام. هذا سؤال شائع. والناس دائما محتاره. انا بدي احكي برايي الشخصي، ما بعمم. برايي الشخصي هدول شركتين عالميات. واصلين لاعلى مواصيل التكنولوجيا والمنافسه بين بعض. انا برايي التنتين قريبين جدا من بعض. اللي بيحدد انت بدك بي ام في او بدك مرسيدس هو ذوقك الشخصي. يعني في ناس خلاص بتحب شكل مرسيدس وفي ناس بتحب شكل بي ام في. هلا الشباب بتروح للبي ام في، شكلها هجومي واداء هجومي رياضي اكثر من شبابية المرسيدس. شبابيه صحيح. مرسيدس بتعطيك شويه فخامه اكثر، مثلا حدا بده سياره راكزه بروح لمرسيدس. بس انا برايي شخصي من ناحيه ميكانيك، من ناحيه تكنولوجيا، بالضبط متشابهات كثير من بعض، بينافسوا بعض كثير جدا يعني، لدرجه مرات بقدرش تفرق بينهم في الاستهلاك او في التقنيات هذه. اما اللي بحدد بدك بي ام في او مرسيدس هو ذوقك الشخصي فقط. يعني بيرجع بالاساس للواحد شو بحب. صح. شو بفضل، زي اختلاف بين الواحد بحب اللون هذا عن اللون هذا فقط. طيب بدنا نحكي كمان عن موضوع انت دائما بالفيديو تاعونك بس بتحكي عن سياره معينه، بتحكي هذا الوحش. طبعا امتى بتحكي عن هاي السياره انه هي وحش وايش مواصفاتها لازم تكون؟ هذا مصطلح يعني تشبيه، لانها سياره لما تكون سياره قويه عدد احصنتها عاليه
يعني قليل سيارات أربعة سلندر بحكي عنها وحش مثلا إلا لتكون أحصنتها عالية. هلا ستة سلندر ثمانية سلندر هذول دائما بحكي عنهم وحوش، فعليا هي بتعطيك طاقة وهورس باور عالي وأداء رياضي، فهي زي تشبيه لهي السيارة القوية، وهي درجة خلص هاي السيارة وحش. صعب تحكي عن سيارة مثلا محركها أقل من 2000 وحش، هي سيارة عادية أو للاستعمال العادي. هي الوحوش هي السيارات الأداء عالية، تحكي 400 حصان واطلع فوق. هيك تقريبا. حلو كتير. شايف هلا خلصت التحنية انت صحيح؟ هسه قوامها تقريبا هيك 100%. لازم تكون لا كتير تقيلة ولا خفيفة. وسط. وسط، خير الأمور وسط. لما نحكي احنا على المطبخ احمد بصفن ما يلوش بالمرة على موضوع المطبخ. هسه بنضع البقدونس، حاطين التومة طبعا، درس تومة مهروس، بدي نكهة معها. احمد لما بدنا نحكي عن السيارات وصيانتهم وكيف الواحد يحافظ على سيارته. أكيد هذا موضوع مهم، لازم الكل يكون عارف إنه في موعد صيانة لسيارته، المفروض الكل بيعرف. ما تتخطى موعد صيانة سيارتك، سواء الميكانيكي أو الشركة لما تحط لك موعد كمان 5000 كيلو أو كمان 8000 كيلو، الأفضل إنك تروح وتغير تعمل صيانة لسيارتك، زيوت، فلاتر، إيش مكان بشكل دوري عشان تحافظ على محرك السيارة وغير السيارة. وكمان كوشوك السيارة أو هو الإطارات، الإطارات لازم كل فترة تغيرها بنوع منيح على أساس بالشتاء بالصيف تكون السلامة أهم إشي للسيارة وللي جوا السيارة. طيب وفي ناس تحكي إنه مثلا هذا الشخص أنا بتخرب معي السيارة كتير، هذا الشخص لا بحافظ على سيارته ما بتخرب، هذا الإشي صحيح ولا لا؟ صحيح. هلأ في ناس ممكن يستخدم السيارة لمسافة 10,000 كيلو كأنها ماشي 100,000 كيلو، هذا بيرجع لطبيعة الشخص اللي كان يستعمل السيارة. وفي ناس بتضل معه السيارة طول العمر ما بصير فيها شيء، محافظ عليها صيانتها الدورية. هلا في شيء خارج عن نطاق هاي الأمور هو الحظ، خلاص في ناس بيشتري سيارة جديدة صفر كيلومتر وممكن تخرب معه، هذا حظ يعني بس. هذا حظ بس. لا أكتر ولا أقل. لا طبعا. شوف وين وصلنا. وصلنا سبق سكبنا البقدونسية صارت جاهزة. والصينية ايش صار فيها؟ الصينية هسه نسكبها جاهزة تقريبا ان شاء الله. جاهزة كمان. وبعد ما احنا تستوي معنا الصينية لازم نحمرها صحيح؟ صحيح. بنحمرها قديش؟ لحد ما تاخذ لون اشقر ولا اكثر؟ هو كيف الطبع بحبه، في بحبوها مش محمرة مثلا، في بحبوها محمرة بزيادة، في بالنص يعني، هي لازم تكون شقرة يعني خير الامور الوسط، تبقى 100% هيك. إذن السلطة عندنا جاهزة وهلأ بدنا نطلع الصينية عشان نقدمها صحيح؟ صحيح. إذن مشاهدينا فاصل وبنرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وهلأ مع الشيف بدنا نوصل للمرحلة الأخيرة صحيح؟ صحيح. اللي هي نسكب السمك بالضبط. نطلعها من الفرن. الله يسلم هالإيدين. بيك احمد بدنا نحكي عن موضوع السوشيال ميديا لحد ما نتركه يزين براحته. بدنا نحكي عن موضوع السوشيال ميديا، قديش مهم انه انت تضل متميز بطريقه عرضك للمحتوى اللي انت بتقدمه للناس عشان الناس تضل تتابعك وبتحب تشوف شو انت بتقدم. هلا اولا احنا من زمان متميزين بهذا الشيء، دائما عندنا طرق مختلفه واساليب دائما جديده. هلا احنا بنطور هاي الاشياء كل سنه عن سنه، بنجيب شيء جديد، بنشوف الناس ايش بتحب وبنكمل، بنشوف الناس ايش ما بتتوقعش وبنعمل. فموضوع عنصر المفاجاه موجود يعني. فعنصر عنصر المفاجاه مهم، والتنوع والتميز جدا مميز. الناس بتستنى تشوفك شيء مختلف. هون الناس زهقت شوي من بعض التفاصيل، فدائما بنخلي الناس ما تمل، نسوي لهم اشياء جديده، تجارب جديده، اماكن جديده. زي السنة الماضية مثلا سوينا لهم بباريس، بألمانيا، بسويسرا، بالنمسا، سوينا لهم تشكيلة متنوعة خلي الناس مش بس تشوف السيارات،
تشوف مثلا كمان مناظر حلوه او اماكن بنعكس تجربتنا في التنقل من مكان لمكان، من دوله لدوله، المصاعب اللي واجهناها، الاشياء اللي احنا بنواجهها هناك. صراحه هي تجربه صعبه وسهله وحلوه في نفس الوقت، فانه دائما بدك تكوني مختلفه عشان تتميزي. صحيح اكيد. وهي ساعدت اكيد السوشيال ميديا بموضوع ال لا لا شك اكيد بتساعد الكل الهدور. بس السوشيال ميديا الايام هاي يعني جدا لازم الواحد يكون حذر، يعني انت عشان تطلع ورا الكاميرا لازم تكون حذر ومعلوماتك صح، وبتقدم إشي بيناسب الإشي اللي انت بدك تطرحه. مثلا احنا بنقدم سيارات فخمه، لازم تعمل إشي فخم، إشي بيناسب. سيارات رياضيه بدك تقدم إشي رياضي، صح؟ يعني أكيد. بدك تلائم الامور مع بعضها عشان تطلع محتوى جميل. صح اكيد. بدنا نحكي انه انت بالاساس حكيت لنا انه في المانيا في اماكن السرعه فيها مش محدوده واحنا بنقدر نسوق بسرعه مش محدوده. صحيح. بدنا نذكر انه هاي الاشياء مش لازم نطبقها عنا بشوارعنا. أكيد. وبدنا نقدم عن طريقك نصائح للمشاهدين. اولا بالنسبه لموضوع السرعه، عندنا هون كل الشوارع في لها سبيد ليميت اللي هي سرعه محدده. انتوا يا شباب ويا ناس التزموا بهاي السرعه، ما تحاولوا تسرعوا لانه هون شوارعنا مش مجهزه، حتى سياراتنا كمان في منهم مش مجهزين. فالالتزام بالسرعه وبقواعد السير من اهم الضروريات في السواقه، لانه السواقه فن قبل ما تكون شيء ثاني. هاي نصيحتي للشباب وللناس الموجودين هون. هلا في خارج البلد بنسوي شيء ثاني، هون بدنا نلزم بقواعد السير، هذا شيء كثير مهم. شيف شكرا لك على هالطبق الكثير زاكي وزينت لنا اياه بطريقه كثير حلوه، ومهم دائما انه نزين طبقنا عشان نحس انه هيك نشتهي قبل ما نفطر. شكرا لك ورمضان كريم. إيه الله اكرم، وشكرا لتلفزيون فلسطين، وبنحب نوجه رساله لاهلي وبنقول لهم كل عام وانتم بخير. رمضان كريم مناسب شهر رمضان في بلدنا الحبيب غزة، مدينتنا طبعا التانية. أكيد كل سنة وهم سالمين. أحمد شكرا لإلك. عفو. شكرا لهالمعلومات الكتير حلوة. Anytime. وأكيد الشباب استمتعوا بمعلومات السيارات والسرعة وهاي القصص. شكرا لإلك كمان مرة. عفو. رمضان كريم. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، صوما مقبولا وإفطارا شهيا، هيك حلقتنا بتكون لليوم انتهت. استنونا بحلقة جديدة من برنامج شيف وضيف برعاية مطعم ميرومية. رمضان كريم.